النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم البسكوت الأول العسل ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. المكونات موجودة في كل بيت، يعني أي طريقة تانية عملتي بيها البسكوت انسيها خالص. بجد الطريقة دي سهلة ومفيهاش أي ريسك إن الوصفة تطلع معاكي مش مظبوطة أو البسكوت يفرش معاكي. بس لأ، أول مرة تشوفوني أنا اسمي هالة، ياريت تشرفوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أول حاجة أنا هحتاج بيضة ونص كوباية سكر ونص كوباية سمنة أو زبدة. الكوب اللي هتعايري بيه السكر هيكون هو نفس الكوب اللي هتعايري بيه السمنة. هحتاج معلقة صغيرة من الفانيليا، وبعد كده أنا هبتدي أقلب المكونات مع بعض بقى عشان إيه أدوب السكر. انا ممكن استعمل سكر باودر يعني، بس يعني انا قلت اسهل عليكم الموضوع، كده كده السكر هيدوب. هقعد اقلب كده بالمضرب السلك لغايه ما السكر يدوب خالص، وزي ما احنا شايفين ان لون الخليط اتغير وقلب للابيض. هو مش هياخد اي وقت معايا، السكر هيدوب على طول. بعد كده هحتاج اضيف حوالي كوبايه ونص من الدقيق، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هبتدي بقى اقلب في المقادير كلها لغاية ما الخليط يتجانس مع بعض، وهي مش هتاخد وقت. وزي ما قلت لكم المقادير بسيطة زي ما احنا شفنا، مش هتكلفني اي حاجة. لو عايزة كمية اكبر طبعا هتضاعف الكمية، بس انا دايما انصح لو هتجربي حاجة لأول مرة بلاش كميات كبيرة، بس عشان ما نخسرش ايه الخامات بتاعت الوصفة. يعني الاول اجرب الوصفه بكميه بسيطه، لو نجحت معايا اكبر يعني اكبر الكميه معايا واضاعف المقادير. كده خلاص انا قلبت العجينه وبقت جاهزه معايا. عجينه البسكوت بتبقى ناعمه وطريه كده قوي. هتيجي بقى مرحله التشكيل. انا ان شاء الله هعمل معاكم حاجات سهله، مش لازم المكنه بتاعه البسكوت، انا من اشكال حلوه برضو وتشجع ايه على الاكل. هنقسم العجينة نصين كده او على حسب، ممكن يعني ربع وتلات ارباع على حسب ما انتي بتفضلي ايه. يعني لو بتحبي الابيض اكتر اعمليها تلات ارباع وربع. فالطبق فاضي بقى كده، خدنا ربع العجينة اللي قسمناها وهنضيف لها معلقة ونص من الكاكاو. هبتدي بقى اقلب الكاكاو مع العجينة لغاية ما كل الكاكاو يدخل جوه العجينة، يتداخل معاها يعني، وتبقى عجينة بالكاكاو. لو حسيتي ان العجينه نشفت لما ضفنا لها اساس ان الكاكاو حاجه جافه، انا ممكن ازود معلقه لبن، بس ما تزوديش عن معلقه، يعني معلقه وشوفي العجينه طريت معاكي ولا لا. انا كده العجينه ما احتاجتش ان انا اضيف لها اي حاجه سايله، يعني ما ضفتش اي معلقه لبن خالص. هبتدي بقى اجهز صينيه واحط فيها ورق زبده عشان ابتدي اشكل البسكوت بتاعي. احنا هنا مش هنستعمل اي مكان البسكوت، احنا هنعمل تشكيل يدوي سهل بسيط كده ونعمل اشكال بسيطة مش هتاخد معانا وقت. اول شكل احنا هناخد قطعة كده زي لعين الجمل، يعني بحجم عين الجمل كده، وهكورها بين ايديا كده تبقى كرة صغننة، وهحطها في الصينية بتاعتي اللي انا حاطة فيها ورق الزبدة. هاخد كرة تانية نفس الشكل برضو نفس الحجم، احاول ان هما يبقوا نفس الاحجام. هاجي بقى بكف ايدي من تحت، يعني مش ايدي كلها، بكف ايدي من تحت هضغط ضغطة بسيطة جدا. بعد كده هجيب اي حاجة بقى مدورة، ممكن دي عصاية الهرسة بتاعت البطاطس، ممكن المقوار بتاع البتنجان برضو، اي حاجة ليها قاعدة مدورة كده، وهعمل ضغطة في النص. انا مش هفتحها خالص، انا هعمل ضغطة بس في النص واتأكد انزل لتحت، بس ما مش هنزل لاخر البسكوته نفسها، لا لاخر العجينه، انا مش عايزه افتحها، انا هعمل ضغطه خفيفه جدا بالقطعه اللي معايا. يعني ده اول شكل احنا شكلناه. هعمل معاكم شكل تاني هنعملها برضو بنفس الحجم، يا ريت يبقى الاحجام متساويه، يعني بتبقى تدي شكل احلى. وهعمل ضغطه بكف ايديا برضو، انا هنا ضغطت على وهي على ايديا بدل ما احطها في الصينيه، يعني ليكي حريه الاختيار. وهشكلها بقى بحاجة تانية خالص. انا هنا عندي اللي هي قطعة الكب كيك، لو عندك كوباية ستانلس، عندك قطعة الكحك برضو بيبقى، لو هي ستانلس بيبقى الطرف بتاعها حاد. بطرف القطعة بقى هعمل رسومات كده على القطعة نفسها، هدوس ضغطة خفيفة قوي كده لغاية ما تديلي الشرط دي.
انا هحاول اقرب لكم برضو الكاميرا عشان الشكل يبان. هي صراحة لما بتستوي بتبقى عسل قوي، بتبقى شكلها حلو قوي. كده احنا معانا بقى شكلين. هنعمل بقى، نحاول نشكل العجينة البيضة نفس الفكرة برضو، بس بأشكال تانية برضو مختلفة. عملتها نص، عملتها دايرة، معلش سوري، وبكف ايديا برضو، بس هي ما ظبطتش، فممكن اسويها بصوابعي كده عادي واحطها في الصينية بتاعتي دي. هعملها بشكل مختلف شوية. ممكن لو عندك البصمة بتاعت الكحك، انا هنا عملتها بالقومة بتاعت التزيين اللي هو بتاع بلح الشام او الكريم شانتيه، اي حاجة كده، اي حاجة شكل عندك. لو عندك بصمة الكحك برضو هتبقى لذيذ. طبق بقى فيه معلقة كاكاو، انا هحاول احط فيها القطعة دي بتاعت التزيين، وهعمل عليها يعني زي بطبع كده عليها بالكاكاو، برضو في النهاية بتدي شكل حلو قوي. برضو دي فكرة بسيطة، يبقى كده عندنا 3 أفكار. هنعمل الفكرة الرابعة بقى بتبقى مختلفة، هنعمل فيها لون كده، خصوصا لو عندنا أطفال هتشجعهم إن هو ياكلوا البسكوت اللي احنا عملناه. هاخد قطعة صغيرة كده وأحط عليها لون من ألوان الطعام، الألوان الصحية، نقطة صغيرة جدا. أنا خدت برضو قطعة صغيرة عشان لو اللون زاد قوي أزود عجينة عشان الكمية متكترش معايا. وهبتدي اقلب بقى طبعا اللون، لو اللون طلع زياده معايا هضيف له قطعه عجينه. عشان كده بقول ناخد يعني قطعه صغيره في الاول عشان في الاخر ما الاقيش ان العجينه كلها قلبت معايا احمر. هقعد اقلب بقى اللون لغايه ما يتدخل قوي، هو يعني بياخد فتره، يعني مش فتره قوي، يعني هتقعد تلف فيه كده في العجينه لغايه ما اللون كله متبقاش فيه حته فيها لون وحته لا. انا هنا اللون كان زايد شويه، خدت قطعه عجينه صغيره كمان وضفتها لغايه ما اللون يظبط معايا، وعملتها بنفس الشكلين اللي احنا عملناهم قبل كده، اللي هو بالايد الهراسة وبالاي عندك اي حاجة استانلس الطرف بتاعها حاد شوية. هبتدي بقى اشكل العجينة. لو عندي شكل كمان ممكن انا يعني لو قلبتي في درج المطبخ كده ممكن تطلعي باشكال برضه، صدقوني هتلاقي حاجات وافكار كتير. هكمل بقى باقي العجينة بتاعتي بالشكل او الرسمة اللي انا بحبها او بفضلها اكتر. بعد كده هدخلها في الفرن على تاني رف من تحت على درجة حرارة 180، بيقعد حوالي 10 دقايق أو 12 دقيقة طبعا على حسب درجة الحرارة بتاعة الفرن بتاعتك. هو مجرد ان هو ياخد اللون الذهبي، أول ما احس كده ان القاعدة بتاعته أخدت اللون الذهبي أطفي عليه خلاص ويكون جاهز معي. ممكن أزينه بقى بمربى أو بصوص شوكولاتة، أو أعمل عليه خطوط طولية كده بصوص الشوكولاتة. عموما التزيين ده بيرجع حسب رغبتك، وده البسكوت بتاعنا، هشي كده وطري من جوه ومقرمش من بره، طعمه لذيذ جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وزي ما بقولكوا كل مرة جربوه صدقوني مش هتندموا. واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.